خلينا بس نشوف اتفضل. موضوع ال بواحد كده خنيق ده يجيب سكتة علمية للإنسان برضه يعني، نعمل خلينا إيه؟ نشوف بس موضوع، هل انت تعتقد هتؤمن بموضوع الجن، وجود الجن ويلبس انسان والكلام ده؟ ايه يعني ايه اللي خلاك مؤمن بهذا الكلام ومصدقه؟ انا بص، في قصص انا مش هدخل الدجل مع الميكس مع الجن والكلام ده، ولكن باختصار الجن ذكر في القرآن، ايوه طبعا. ولازم ومن لا يؤمن احنا بوجود حاجة بنتكلم ان لا هو يؤمن بما أنزل على محمد. ان احنا بنتكلم ان هو يلبس الانسان هو موضوع اللبس ده انا ما اعرفش فيه، مش هنكون صادق، ايه ده ولكن انا اعرف ان هو جايبه يعني؟ جو انت يعني ما ايه. فاكش جن مرض ولا حاجه؟ والله المجنونه اللي انا قابلتها في اسكندريه دي، مين دي؟ واحده كده من اللي هم بيطلعوا العفاريت دول مش عارف ايه، ايوه فقعدت وصفت كل حاجه، وعندنا خلاني متفائلين بيها جدا. بعدين رحت هناك اشوف، قعدت معاها لقيت واحده مجنونه مش حافظه لقيت الكرسي، انا اللي كنت بعدلها تشتغلني ماشي. فطبعا لما انا فتحتها وكشفتها يعني قدام الحاضرين، فقالت ايه ده لابسه مارد، وارد من الجن. وقالت لي كده انت شكلك ايه مش سهل. اوف والله قالتها لي كده يعني، قالت لاخويا انت مش عارف وصف، بس قالت لي انت شكلك مش سهل. بس خلي بالك، الناس دي بتبقى مخاوية من الجن. لا مش حاجة أقول اسمها لك على مخاوية، حاجة، مخاوية يا عم اسكت. الجن أضعف من الإنسان بمراحل. مش كل الجن، لأ لأن الجن هو أنواع، من عارف، بس لأ الجن وفي في الجن موارد، مارد من الجن، وفي جن غلبان، في جن مسكين، في جن طيب ممكن تكلمه في الدين يسلم معاك، ممكن جن يصاحبك يلاقيك وراك كويس ملتزم بص، يسلم. أنا لا يوجد أدلة، كل اللي بنسمعه عن الجن كلام، لا لا لا، ازاي؟ هو موجود، انا ما قلتش مش، انا اقول لك انه موجود بس هو كلام يعني، ما فيش حد، ما فيش دليل ملموس، ملموس بمعنى كلمة ملموس يعني ظاهريا شفته. لا، في انت ما بتسمعش حاليا في العصر بتاعنا الحالي ان في بعض القرى في مصر، في الصعيد وفي المناطق دي، بيقوم نشب فيها حريقه في كذا بيت جنب بعض ولعها، والناس تجري بتاع يقول لك ليست الجن ولا أسباب علمية، لا. وعلى فكرة الجن ما بيعملش كده، الجن عايز، اصل تم حجم الجن من ايام سيدنا سيدنا ماشي. بس اتحجم، لا اتحجم قدراته حتى يعني، هو كله قدرات لكن اتحجم. يا عم اذا كان على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم الجن تفلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، راح ماسكه وربطه في عمود من عمدان المسجد الرسول، بعدين قال تذكرت قول اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من هو في بعدي، حاجة يا باشا، فاطلق سراحه. وان سيدنا عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ان سيدنا عمر ان تخشاك شياطين الجن والانس، لو مشي من طريق الشياطين تمشي في طريق تاني، ما يقدروش يمشي في نفس الطريق اللي هو ماشي فيه قبلوه. هو في حاجة فاتس عايز اقول لك، اتس اوكي ان هم اوريدي موجودين هم وليهم موجودين، قدرات، انا قلت لك انهم موجودين. وليهم قدرات. يعني اقول لك على انا حاجة، عن نفسي شفت حالات، بنفسي شفت حالات غريبة، وشفت حاجات الجن عمل حاجات غريبة هو بص، في قدام حاجة، عيني. في حاجة حاجة العلم لسه ما توصلهاش، وهو ده اللي لو توصلها تعرف تشوف الجن. مش مهم تشوفه، لان هو ربنا مديله قدره ان هو هو يتشكل في اي صوره، لا ماشي واذا ماشي، هو تشكل في لا صوره بياخد هو خواصها. ممكن يكون موجود الآن موجود هنا، بس في حاجة، سيبك منه غيب خلاص، الجن مش مهم. الجن احنا مدى في، انا قريت دراسة علمية على الموضوع ده، قال لك ان مدى الرؤية بتاعت العين البشرية، العين النظام اللي هو الثلاثي، الثري دايمنشن، الثلاثي الابعاد، الجن موجود في نظام رباعي الابعاد. ما عملوا رباعي دلوقتي بس متشافش. هو في زي لا مثلا زي عندك الحيوانات يعني زي بيقول لك موجود الكلاب، في رباعي الابعاد ده، موجود، زي الكلاب والحمير بتشوف الجن، ما بتشوف النظام الرباعي الابعاد ده. واخد بالك، وتهوهو لما تشوف جن وكلام من ده. اتس اوكي، موجودين يعني، فالجن موجود.
وممكن يتشكل بصورة قطة، ثعبان، حاجات من دي. بس هم ضعفة جدا، لأن الجن أصلا مش شياطين، الجن أصلا شيطان، ما هو ده نوع الشيطان، ده نوع من أنواع الجن. أنت فاهم؟ الجن كذا نوع، ما هو أقواهم الشيطان، اه بلاك الشيطان وأقواهم الشيطان، لأن هو أصلا الشيطان ده كان ملك عظيم على فكرة، من أعظم ملائكة اللي ربنا خلقها. ملائكة أيوه، مش ملائكة. لا بس هو خلق من النار، طيب الملائكة يبقى خلق من من النار، ولكن لا، كان واحد كان له قدرات، يعني قبل سجود كان آدم سجود إبليس، أبوهم إبليس، أبوهم ده كان حاجة، أبوهم إبليس ده كان بيعبد أكتر من الملائكة، كان هو كل كان فعلا مرفه في الجنة، وكان له بيعتبر قدرات طاووس الجنة، إيه؟ كان بيعتبر زي طاووس كده من جماله وفخامته في الجنة. وإبليس على فكرة اللي هو أبوهم الأب ده لحد دلوقتي موجود، ما ماتش. الجن ممكن يموتوا زينا، يموتوا ويتجوزوا ويخلفوا وكل حاجة، بس أبوهم إبليس ده لأن ربنا مديله وعد إنه يبقى لحد عد اليوم الساعة. إيه. بس زي ما اقول لك، هو ابليس ده يعني دم يعني، ابليس ده نوع من انواع الجن، هو المفروض ان هو اخطرهم، ما أبوهم بقى. ابوهم ده اخطرهم، ده يعني ايه التوب بتاعه، ومع ذلك بتعرف تحجمه. شوف قدرات لا الانسان هو ايه بقى. ما فيش حجم غير ان انت تحصن نفسك، ايوه، ما هو مش تحصل حجمه بايه؟ هو، انت تحمي بس نفسك انت بس تقرا قران بس، دي بذكر الله لوحدها يعني. خلاص، انت كده كتفته، نعم طردته، حرقته. طبعا، عايز ايمان اقوى من انت معاك سلاح ومعوش. ما معروفة دي. وبعدين الابليس حتى مش الناس يقول لك ده الشيطان هو اللي عمل كده، الشيطان ما بيعملش. الشيطان ربنا سبحانه وتعالى وصف القران بيوسوس. هو الوسوسة دي سهلة؟ لا، النفس اماره بالسوء، ده الاخطر، النفس اخطر من الشيطان. النفس طبعا برضه قانون عنده. النفس يعني واحد بيروح يقتل، ده مش الشيطان يقعد يقول له بص، يقعد يجي بقى دماغه زي ما بيجوا في الافلام، يلا روح موته. لا، اللي بيقول له ده نفسه، الأمارة بالسوء؟ ده الاماره بالسوء، النفس عموما اماره بالسوء. لا مش عموما، في النفس المطمئنة والنفس اللوامة، ايوه، لا بس لا، فين النفس عموما؟ اماره بالسوء، في واحد بيحكمها، في واحد بيتحكم فيها، ما هو ايمانه حسب درجه ايمانك. ما النفس أنواع، في النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس النفس عاديه حاجه تانية، دي إيه لا توصيف ديسكريبشن للانفس، لكن النفس عامه الروح، اللي هي الروح، النفس هي الروح، الروح عامة أمرة قل بالسوء، الروح من أمر ربي، محدش في عنها فرق بين حاجة. النفس والروح. لا، هي النفس هي الروح، هي الروح، إيه الروح دي يعني؟ ما نعرفهاش. ده الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربنا إيه الروح؟ له لا أيوه، في أسئلة في الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، لا يعني الروح يقول لك واحد ده سر من أسرار الإله محدش يعرفها. أنا بقعد أركز فيها، يعني أنت تشوف، امشي كده بص، انت لازم تتامل خلق ربنا، يعني انت تمشي كده تلاقي النمله دي ماشيه ازاي، هي حته بتاع قد كده فيها روح. فاروح. سيبك من، تبص على الخلايا، الخلايا اللي جوه الدم، انت قول السلة ميكروسكوب وكمان وتشوفه، تلاقي حاجات بتتحرك، ايه اللي بيحركها؟ يعني فيها روح، حاجات يعني ما بتشافش وازاي اصلا، ازاي تسلب الروح فيها او تدخل الروح فيها؟ حلم يعني، حاجة عقلك ما يستوعبهاش، يعني لو عرفها أصلا ما يستوعبهاش، لا طبعا فربنا حاكمها عشان كده، لأن أنت مش هتستوعب.